كتب الرسول يوحنا إلى كنيسة أفسس رسالة كتير كتير مهمة. قال: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، لئلا أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. الرسول يوحنا بيكتب إلى الكنائس السبعة، وعلى رأس هذه الكنائس كنيسة أفسس اللي كانت تعتبر عاصمة الرومان في آسيا الصغرى. كانت مدينة مزدهرة جدا، وخدم فيها رجال الله العظماء مثل الرسول بولس وتيموثاوس، وأيضا يوحنا الرسول قضى سنين كثيرة وأسس كنائس عديدة، ولكن بسبب الاضطهاد اللي شنه دوميشيان، طبعا بسبب أنه دوميشيان طلب عبادة الأمبراطور وهو حي، كانوا بيمارسوا عبادة الأمبراطور لكن بعد الموت، كانوا بيضوا الشمع والبخور، لكن هذا الإمبراطور طلب وأمر أنه يكون في عبادة لإله وهو بعد على قيد الحياة. فطبعا هنا الكنيسة اصطدمت بالسياسة والدولة فرفضت هذا الشيء، ويوحنا كان يعتبر واحد من عمالقة المسيحيين وآخر تلميذ، آخر رسول ما زال على قيد الحياة. فجاء إلى باتموس، إلى هذه الجزيرة، وكان لمدة 18 سنة حتى موت دوميشيان رجع إلى أفسس. لكن في هذا المكان مثل ما سبقت وقلت، في هذه المغارة رأى إعلانات عظيمة جدا، وهالآن يكتب إلى كنيسة أفسس لينذرها، ليحذرها، وليذكرها أيضا: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. هذه البلد اللي رأت أعظم النهضات وأعظم رجال الله، رغم أن الكتاب يصفها أنه كانت كنيسة مجتهدة ومثابرة وعندها أعمال حسنة كثيرة، لكن جريمة الجرائم هي عندما تفتر المحبة وعندما تنسى المحبة الأولى. المحبة الأولى هي المحبة المتأججة بنار الروح القدس، المحبة الملتهبة لكي تضرم من الروح القدس، وهذه المحبة التي تصل إلى الكثيرين.